كبير طبعا، وأيضا بحضور إعلامي كبير ومتميز جدا. طبعا هي سنة حميدة تقوم بها اللجنة المكلفة بتسير هذه المنافسة. لجنة الكأس، كأس الجزائر طبعا، تنقلت إلى مدينة تيزي وزو لتكون فرصة للأنصار لمشاهدة هذه الكأس عن قرب، في انتظار طبعا تحقيق أحلام كل المناصرين، خاصة طبعا لما هي موجودة في تيزي وزو، أنصار الشبيبة يتمنون أن تكون ملكا لهم بعد النهائي يوم الثلاثاء، وأنصار اتحاد بلعباس أيضا يتمنون أن تكون السيدة الكأس في صالحهم ولهم عقب نهاية المباراة.